ما اقدرش في ظل بيانات قدامي بتقول لي ان درجة التشتت مرتفعة اني افتح المدى السعري. هناك العديد من الدول في العالم المدى السعري اليومي اقل من 5 و10% اللي عندنا. انت عارف 10% في اليوم يعني ايه؟ انت بتفتح ان انت لو عايز تطلع 50% في اسبوع تقدر تطلع، فما هياش حاجة بتحد وليس لها علاقة بمرحلة انتقالية او بحاجة، هي ليها علاقة ببيانات يتم تحليلها. فخلينا نغير المفاهيم اللي عند الناس. الناس تقول لك امتى بقى نرجع ده؟ هي مش مرتبطة برئيس الهيئة يقرر كده نرجعها بعد اسبوع، هي مرتبطة ببيانات يتم تحليلها وبناء على حالة استقرار وعدم تشتت الأسعار بدرجة كبيرة يتم تغيير. لكن تعلم يا دكتور أن مسألة الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي وهناك متغيرات كثيرة تحدث، هذه بالتأكيد تؤدي إلى التذبذب الذي تتحدث عنه صعودا وهبوطا، فإذا ربما انتظرنا استقرار الأوضاع السياسية قد يطول الأمد لذلك. أنا ما ربطتهاش باستقرار الأسعار السياسية، أنا قلت باستقرار سوق الأوضاع. على الأسهم لا أنا أقول وانا زي ما قلت هناك العديد من الدول في العالم عندها البرايس ليميتس دي اقل من اللي عندنا دون وجود حالة عدم استقرار او حاجة. انا في النهاية عندي مجموعة من الاسعار بتتغير بصورة يومية، وزي ما بقول لك بيجيلي كل اخر اسبوع بيانات حسابات عن درجة التشتت. طول ما هي درجة التشتت مرتفعة وانحراف اسعار انحراف معياري بنسميه مرتفع، ما اقدرش اخد هذا القرار. هل هناك تشريعات او تعديلات تشريعيه تعتزمون التقدم بها خلال المرحله المقبله؟ الحقيقه يمكن على جدول مجلس الاداره القادم الاسبوع الجاي للهيئه في مقترح لتعديل لبعض التشريعات، لسه في مرحله العرض على مجلس الاداره وبعد كده نناقشها وبعدين تمشي في مجراها. ابرز التشريعات المقترحه؟ لا احنا بنعمل قانون كنا عملناه من قبل الثوره، وكان التراخيص للشركات العامله بصفه عامه سواء في مجال التامين، في مجال سوق المال، في مجال التمويل العقاري، في مجال التمويل متناهي الصغر، ده بيغطي الحدود الرقابيه للهيئه، الجزاءات والتدابير اللي بتحطها الهيئه على جميع الشركات الخاضعه للرقابه، ده بنعمل له صوره نهائيه ليه، وده اعتقد